أعزائي المشاهدين مساكم الله بالخير وحياكم الله معانا وحلقة جديدة من برنامجكم من مكتبتي، وضيفنا المتواجد معانا دائما الأستاذ فهد العبد الجليل أبو غازي. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور يا أبو فهد، حياك الله والساعة المباركة. واليوم راح نستكمل حديثنا عن هذه المجلة اللي هي مجلة الرياضي، تاريخها 6/6/1992، خذناها في حلقة سابقة. صحيح. وعلى غلافها طبعا كويمن لاعب منتخب هولندا مع جاري لينكر. طبعا هني راح نتكلم اليوم عن كاس اوروبا 92. صحيح. اللي طبعا توج فيه منتخب الدنمارك. الرياضي اول مجله رياضيه عربيه تدخل المعقل السويدي بحثا عن الكاس الحلم، كاس امم اوروبا لكره القدم السويد، قيمه في السويد من 10 إلى 26 يونيو 1992. 92 السويد رابع دوله تنظم كأس أمم أوروبا. السابقة ما كان فيها، أعتقد ما كان فيها نظام التجمع، لكنها بدأت سنة 80 في روما في إيطاليا، بعدين انتقلت إلى باريس، بعدين انتقلت إلى ألمانيا، بعدين انتقلت إلى السويد. فهناك صارت بالسويد البطولة، كانت من أجمل البطولات صراحة. لكن المفاجأة كانت في ضيف حل عليهم، طبعا الدنمارك خرجت من تصفيات عدي يوغوسلافيا، لكن بعد ما استبعدوا يوغوسلافيا الدنمارك دشت كضيف، بس طلع ضيف دمه ثقيل بغازي دش واخذ البطوله. نعم طبعا البطوله بدت عام 1960، اول بطوله لكاس اوروبا. صحيح. 1960 هذه البطوله اللي في 92 هي المحطه رقم 9، بطوله التاسعه. نعم. في طبعا تاريخ بطولات كأس أوروبا في بطولة لامعة، السويد محطة فارقة في تاريخ الكأس. 1960 في أول بطولة اللقب الأول السوفيت. أي نعم صل طبعا اللقب الأول. 64 أسبانيا، البطولة أسبانية. 68 إيطاليا طبعا أكبر مفاجآت. ليش سموها ما أدري، سموها أكبر مفاجآت. إحنا تدري ليش مفاجآت؟ نعم، لأن بدور المجموعة الدور قبل نهائي إيطاليا فازت بالقرعة. أي نعم زين، وبالنهاية فازت على يوغوسلافيا اعتقد. نعم. او تشيكوسلوفاكيا. 72 المانيا تهزم ناديا، شنو قصدهم ما ادري، تهزم شنو ناديا؟ لا تهزم، فازت على روسيا. ايه. بهدلوا روسيا، يمكن ناديا قصدهم، يمكن ديمو كييف، يمكن والله ما ادري. ايه. 76 كلاكيت اخر مره. صحيح، هذا بانيلكا فازت تشيكوسلوفاكيا، البلنتي فازوا على المانيا، التشيك خذوه، التشيك فازوا ايه على 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 المانيا. على المانيا. 80 عودة لألمانيا، ألمانيا فازوا بعد النهائي، فازوا على بلجيكا. اي نعم صحيح، اول هدفين لحرزهم هروبش. اي روبش هروبش. اي نعم. 84 عام الفرنسيين، الفرنسيين اذكرها بلاتيني وجيرارد، بلاتيني هداف البطوله، تسع اهداف وروشتو ما شاء الله الجيل هذا القوي. 88 هولندا، الله فريق الحلم، هدف فان باستن، فان باستن وخوليتو ريكارد. صح. وميشز مدربهم كويمن. اي ما شاء الله هذا فريق حلم صدق. 92 طبعا هني ما بدت، يعني 6/6 هي كانت المفروض تبدي، 10/6 يعني من 10/6 إلى 26، يعني هذه المجلة 6/6 قبل البطولة، يعني سووا هذا سموه وفهد طبعا ملف وثائقي. صحيح. البطولة طبعا صور بغازي. نعم. الملعب اللي قيمت فيه المباراة النهائية والبطولة. نعم. هو اللي استضاف كأس العالم 98. نعم. 58 اللي فاز فيه بيليه في ستوكهولم. نعم. يعني نفس الملعب هو اللي استضاف البطولة. نعم. شوف خلينا نتكلم عن البداية، البداية فرنسية أبو فهد. انطلقت هالبطولة باقتراح فرنسي، مثلما أطلق بيير دوكو برتان ألعاب الأولمبية الحديثة عام 1896، ومثلما أطلق جور ريمي كأس العالم 1930، ومثلما بدأت كأس طبعا كأس الأوروبية البطلة عام 56 باقتراح من صحيفة الإيكيب الفرنسية، فإن كأس الأمم الأوروبية بدأ تحقيق الاقتراح الفرنسي هنري ديلوني، أول رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 1954. إيش رأيك نطلع فاصل بغازي؟ هذه معلومة. نعم. أنا صراحة ودني أستفيد منها. نعم. فكرة كأس الأولمبياد وكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وبطولة أمم أوروبا كلها من فرنسية. كلها من فرنسية. أعزائي المشاهدين لا تبعدون، خلوكم معنا، فاصل قصير وراجعين لكم.
أعزائي المشاهدين، رجعنا لكم بعد الفاصل وتكملة بقية حلقتنا، وإحنا ما زلنا مع مجلة الرياضي في 92، وكان نعم. تغطية عن بطولة أمم أوروبا التي أقيمت في السويد. نعم، فمثل ما قلنا، مثل ما ذكرت أبو فهد، أن كأس العالم جوري مير 1930، الأولمبياد طبعا بيير دو كوبرتان 1896، كذلك فرنسي كأس أمم أوروبية فرنسي، وكذلك كأس أوروبا الأندية هنري ديلوني أول رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عام 54، اقترح البعض أن تسمى كأسها بكأس هنري ديلوني، لكن الاقتراح ذهب إدراج الرياح، وما بقى في اقتراحه بإقامة البطولة بعدما رحل نفسه عن عالمنا. طبعا 1960 أو خلينا نقول أنه تقرر أن تقتصر نهائيات البطولة على 4 منتخبات تلتقي في بلد واحد في الدور نصف النهائي، ثم يلتقي الخاسران في مباراة المركز الثالث. وقد بدأت التصفيات الأولى عام 1958 بمشاركة 17 دولة أفرزت فرسان البطولة الأولى، اللقب الأول مثل ما قلنا أبو فهد يعني السوفييت، واحتضنت هذا الأمر فرنسا، لأن يعني هي عاصمة الفرنسية باريس. صار تدري اللي صار فيها شلون بغازي؟ نعم. أعتقد نفس اللي صار في البطولة الأخيرة اللي صارت في 2020، بس 21 قصدي. نعم. اللي فازت فيها إيطاليا، اللي هناك تقام كذا دولة، وقبل النهائي والنهائي يقام في دولة اللي هي في إنجلترا. نعم. فأتوقع نعم. نفس اللي صار في إنجلترا صار. نعم. فصار في خيبة أمل، يعني مفاجأة كبيرة، خروج فرنسا من نصف النهائي بعد ما تغلبت عليها يوغوسلافيا 5-4 بعد مباراة مثيرة، شكلت أول خسارة لثالث كأس العالم 58 على أرضه منذ زمن طويل. كذلك يعني فازوا بالنهائي روسيا على تشيكوسلوفاكيا 3-1. هني هذه صورة فعلا جميلة. فاكيني شلون فازوا؟ نعم الحين قبل النهائي بينهم، وانت تمسع تقول فرنسا فازت، يوغوسلافيا فازت على فرنسا قبل النهائي. لا لا مو قبل النهائي. ايه؟ في يعني في 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 الدور نصف النهائي. ايه نصف النهائي قبل النهائي. يعني لا يعني يمكن وراها ما ادري، لان ايش يقول لك النهائي صار بين التشيك لا النهائي التشيك وروسيا، وكانت روسيا تاصف. هني هذه صوره فاكيني يحمل كاس لايطاليا عام 68. فاكيتي اي فاكيتي هذا كابتن ايطاليا. اي فاكيتي يحمل كاس لايطاليا عام 68، صوره نادره. صحيح. وهني اوليفيرا يتسلم كاس امم اوروبا من هنري ديلوني، هذه طبعا كذلك هذه الصوره نادره. أوليفيرا هو طبعا لاعب منتخب يمكن اسبانيا ما ادري. يمكن هنا عندنا ميشيل بلاتيني صنع انتصار فرنسا عام 1984. صحيح. وهنا عندنا اوزبيو لاعب البرتغال. اوزبيو لاعب البرتغال المدهش. وهنا عندنا 1980 هذا الالمان حملوا كاس اوروبا في عام 1980 في إيطاليا، كانت البطولة كاملة لعبوها في إيطاليا مجموعتين، ألمانيا أحرزت الكاس سبحان الله، بعدها بعشر سنوات في إيطاليا أيضا لا. ألمانيا أحرزت كاس العالم. هني طبعا غلطة من الأسباني أركونادا فتحت طريق الفوز الفرنسي عام 1984. صحيح، دشت الكرة من تحت الفاول مال بلاتين وفاز 1-0. آخر ظهور السوفييت حجبه الهولنديين عام 1988. وصلنا التجوري بغازي. تجوري يعني هذا فريق منتخب السويد أنا أحبه، يعني صورة جماعية، فريق بلا نجوم يلعب كرة جماعية، منتخب السويد فريق بلا نجوم. لك يعني وياهم أعتقد برولين وش اسمه لاعبهم الأسماء نسيت اسمه، يعني قصدهم ما عندهم سوبر ستار. صحيح صحيح صحيح. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا، تقبلوا تحياتي تحيات أخوكم فهد العبد الجليل، إلى أن نلقاكم إن شاء الله في حلقات قادمة، ومع السلامة.